أطلقت شركة جوجل اليوم النسخة الأحدث 56 متصفح الويب مسمى كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد. وتحتوي هذه النسخة على عديد من المميزات والإضافات مثل ظهور تحديث جديد للمواقع التي لا تعمل على جمع كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان ولا تستخدم بروتوكول الاتصال المشفر HTTPS. كما أعلنت الشركة على تحسين أداء المتصفح بشكل كبير وزيادة كفاءة عملية إعادة تحميل الصفحات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المميزات المهمة بالنسبة لمطوري التطبيقات والإضافات. ويعتبر كروم أكثر من مجرد متصفح، بل يرتقي ليكون بمثابة منصة رئيسية لمطوري الويب مع استعماله من قبل أكثر من مليار مستخدم حول العالم، إلى جانب امتلاكه للعديد من الإضافات والتحسينات التي ينبغي على المطورين مواكبتها لتأكد على من أنهم يستغلون كل شيء متاح ضمن هذه المنصة. وتعمل النسخة الحالية على تحديد الصفحات الويب التي تقوم بجمع كلمات السر أو بطاقات الائتمان وتستخدم بروتوكول اتصال غير مشفر HTTP على أنها غير آمنة ضمن شريط العنوان، والإشارة عبر العلامة الخضراء تحمل تسمية آمن للمواقع تستخدم بروتوكول تشفير HTTPS. وترغب شركة جوجل أيضا بتغيير مؤشر الأمان لمواقع HTTP إلى مثلث الأحمر اللون المستخدم حاليا للدلالة على وجود مشكلة في مواقع HTTPS. كما حصل المتصفح على تحسينات من ناحية إعادة تحميل الصفحات، وأنفقت شركة جوجل مكافآت لاكتشاف الأغراض تضمن سلامة هذه النسخة بما لا يقل عن 54,000 دولار. وتعمل الشركة على إطلاق النسخة الجديدة من متصفحها كل 6 أسابيع، وتصغر النسخة القادمة لتحمل رقم 57 في أوائل شهر مارس آذار القادم.